السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. احنا النهاردة موجودين معاكم من مول الشناوي، المحلة الكبرى، اعلى تشكيل واحلى تشكيل ما شاء الله موجود النهاردة من عند مول الشناوي ده. طبعا لان احنا هنا تجار جملة، المكان ما شاء الله بيخدم تجار الجملة والقطاعي كمان وعرايسنا الحلوين والاونلاين، بيناسب كل الفئات من اقل سعر لاعلى سعر. كل البراندات موجودة، كل التشكيل موجود، وكل الخامات عندنا أقطان ما شاء الله، يعني حاجة محترمة جدا. تشكيل كامل في الأقسام اللي هناك، كل قسم فيه تشكيل كامل ما شاء الله، تفتحي منه سنتر كامل، لأن احنا عندنا 3 أو 4 أقسام للملايات وكل قسم فيه حاجة بتميزه. كمان عندنا ما شاء الله يعني فرع كامل للحفة والبطاطين، كمان عندنا قسم للمفارش السوفت والمفارش الشتوي، وكمان عندنا قسم تاني للفوط، فوط الأوضة الكبيرة وفوط الأطفال والبشكير والبرانس، والتشكيل بتاعنا الكامل بتاع الفوط سواء للتواليت أو للمطبخ أو أي حاجة تخص الفوط. وكل البراندات موجودة معانا بكل الأنواع، وإحنا عارفين طبعا ما شاء الله البراندات العالية موجودة كلها، والسروجي وخامات السروجي القمر والفوط البامبو القمر اللي إحنا متعودين عليها موجودة طبعا النهاردة في مول الشناوي. كمان موجود ما شاء الله تشكيل للحفة، الحاجات اللي نازلة ترندي قوي كلها موجودة عند مول الشناوي وبقى اقل سعر في مصر، لان احنا تجار جملة مميزين بيها. طبعا عندنا اسعار خاصة جدا لتجار الجملة، وكمان عندنا اسعار خاصة جدا للاونلاين والعرايس كمان. يعني احنا عندنا النهاردة يا شيماء تشكيل كامل يخص كل ست بيت وكل ست وكل عروسة وكل تاجر جملة واونلاين، كل واحدة عايز تبدأ مشروعها. عايز اقول لك الفيديو ده ليكي. لا، وكمان عندنا شحن مجاني لعروض العرايس، عاملين عروض قبل كده حلوة قوي مول الشناوي، تابعوا الفيديوهات من هناك لان هو دايما بيبهرنا بعروضه. اصل عروض العروسه مول الشناوي. النهارده عندنا تشكيل حلو قوي، عندنا عرض عروسه كامل، عرض عروسه 50 طقم يا جماعه. هتجيبي العرض مش هتحتاجي تزودي عليه اي حاجه تانية خالص، لا وكمان هيفرش لك الاوضتين مستريح قوي سواء الاوضه الكبيره او اوضه الاطفال. عندنا تشكيل كامل للفوط الكبيره والبرانس والبشاكير، ده بالنسبه كده للاوضه الكبيره. عندنا كمان لاوضه الاطفال، فوط الاطفال عددها محترم جدا، عندنا فوط مطبخ، عندنا فوط تواليت، عندنا كمان فوط سفره. كمان عندنا النهارده ما شاء الله تشكيل حلو قوي في البطاطين واللحفه، عدد حلو قوي وتشكيل ممتاز، ونقدر نشيل اي حاجه من العرض احنا مش عايزينها او نكون جبناها قبل كده. كمان عدد الملايات محترم قوي، يفرش لك الاوضه مستريح سواء الاوضه الكبيره او الصغيره. كمان عندنا ما شاء الله يعني كل الجهاز ده شحنه مجانا، وانتي قاعده في بيتك بتتفرجي على الفيديو تقدري تطلبيهم من الرقم الموجود قدامك على الشاشه دلوقتي، يجي لك العرض لغايه عندك مجانا. عايزين نقول كمان يا جماعه ان احنا المول بتاعنا بيخدم كل المناطق، بيشحن لكل الاماكن ما شاء الله، والشحن بيجي في اقل وقت ممكن طبعا، والشحن قبل ما يجي لك بتكوني متفرجه على العرض بتاعك بالتفصيل قبل ما يتشحن، وبعد التغليف كمان بيتواصلوا معاكي على الواتس بكل التفاصيل اللي حضرتك محتاجاها. عايزين نقول ان احنا اسعارنا واحده ما بتتغيرش، لان السعر انت ما بتسمعهوش من بياع، السعر بيجي لك من السيستم على طول، من السيستم يعني باركود واسعار موجوده لمتابعين شيماء الجوهري. اوعي تنسي ان انت تقولي تابع القناه علشان تستفيدي بعروضنا المميزه النهارده. النهارده العرض بتاعنا ده بكام؟ 50 طقم ب 19650 جنيه، 19650 وشحن مجانا. اوعي تنسي ان انت تقولي تابع القناه عشان تستفيدي بالعروض الحلوه النهارده. ونشكر استاذ سامح على العروض اللي بيعملها لنا، ونشكر الحاج كمان على كل حاجه بيعملها للمتابعين، دايما بيحب يميزكم بعروض، والعروض دي مش هتلاقوها في حته تانية غير على قناتي شيماء الجوهري. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا، واوعوا تنسوا وصف المكان اخر الفيديو، كملوا لاخر الفيديو عشان تعرفوا تروحوا ازاي عند مول الشناوي. هنبدا بقى دلوقتي عرض عروسه قمر زي ما احنا متعودين من عند مول الشناوي. عايزين نقول ان احنا عندنا هنا ما شاء الله كل تشكيل لحفه تاج ودايموند والحاجات التركي كلها موجوده معانا، حتى الشغل ده كله شغل معانا، شغل دايموند وشغل سروجي وكل الشغل العالمي بتاعنا من عند سامح، حتى الدفايات كمان موجوده معانا بكل الوانها وتشكيلها، الدفايات اللي معاها خداديات والدفايات الفرداني اللي في باكت زي كده. تعالوا بقى عايزين نقول كمان تشكيله اللحاف تاج بكل الموديلات بتاعته ما شاء الله، وبطاطين الاطفال البيبي موجوده معانا، بطاطين البيبي مش الاطفال، الاطفال البيبي التركي. يلا بقى ندخل هنا ونقول السلام عليكم. السلام ورحمه الله. منورين يا شباب. النهارده احنا عندنا عرض عروسه ان شاء الله، عندنا عرض عروسه 50 قطعه عاملينه النهارده ان شاء الله ب 19650. انت داخل في الموضوع على طول كده ليه؟ العرض ده ما يتفوتش بصراحه. هو بصراحه السعر وعدد القطع ما يتفوتش برضه. العرض ده حاليا بالاشكال حضرتك طبعا هتشوفيها وتشوفي البراندات وتشوفي الخامات، العرض ده معدي 23 او 24
احنا عندنا بكام؟ احنا عندنا النهارده ب 19.65. يعني في فرق قد ايه؟ في حاجتين حلوين جدا، ها. في هديه والشحن مجانا. وشحن مجانا. وشحن مجانا. طيب في فرق قد ايه بين السعر هنا والسعر بره؟ نورت لحضرتك النهارده دلوقتي ده لو عامل في اي مكان بره 23 او 24 جنيه. يعني في فرق يعني بتاع حوالي 4000 هنا ما بيننا وبين اي حد تاني. بس احنا طبعا بيميزنا ان احنا تجار جمله اصلا. بالظبط. وانا بتحبوا تميزوا متابعيني، وانا ميز طبعا متابعيني الحلوين بالاسعار دي وبالعروض دي. وطبعا من عند مول الشناوي مش هلاقي احسن منه ان انا اجيب لكم من عنده عرض عروسه. يا جماعه بجد المكان هنا تشكيله محترم جدا، محدش جه وقال لي الحاجه يا شيماء ما لقيتش حاجه عجبتني، لا كل حاجه عجبتني في المكان، وكانوا بيحتاروا بجد من جمال الشغل. بسم الله ما شاء الله المكان سمعته سابقاه. طبعا احنا عارفين يعني سامح بصراحه بيحب شغله جدا جدا، ودايما بيجيب تشكيل كبير في قلب المكان وتشكيل جديد. اي حاجه جديده بتكون موجوده هنا في المول من قبل ما انت تيجي بتلاقيها موجوده ما شاء الله. طيب احنا المكان هنا عايزين نقول احنا فين ونوصف المكان بالظبط. احنا محل الكوبرا مجلس المدينه خلف شركه الامل مول الشناوي. تمام. والارقام طبعا هتبقى عند حضرتك. تمام. على الشاشه دلوقتي واحنا بنتفرج. احنا عندنا شحن للكهرباء كوبرا المحافظات، وقلنا الشحن مجاني. بالظبط. لكل الاماكن الشحن مجاني؟ كل الاماكن لحد اسوان. سامح عارف الكلام ده؟ عارف الكلام ده. طيب ماشي، ماليش دعوه يا سامح، انتوا اللي بتقولوا اهو. لا على مسؤوليتي كله تمام ان شاء الله. تمام. قلنا العرض بتاعنا كام قطعه؟ ان شاء الله 50 قطعه. 50 قطعه. العملات الكبيره وعملات الاطفال، في لحاف كبير ولحاف الاطفال. ما شاء الله. البطاطين طبعا، وعندنا الفوط، وعندنا المفارش السفت الكبير والاطفال والدفايات. جهاز كله العروسه كامل يعني. يعني عرض كامل. بالظبط. طب نبدا فيه ونشوف. طيب احمد باشا منور. تسلم. هنبدا من فين؟ تعالي نبدا من اول مثلا الفوط، يعني انت برضو اخدتي الشكل وشفت اهو. نبدا من اول الفوط عشان تشوفي. بصوا يا جماعه العرض بتاعنا كل ده كده بعد اذنك يا احمد. كل ده كده العرض بتاعنا، في كمان فوط المطبخ هنا اهي، بس هي عماله تقع كل شويه. الفوط بتاع، ومش هننسى الفوط بتاعت المحله المره دي كمان. معانا اللحاف الكبير واللحاف الصغير والمفرش الشتوي، وادي العمليات اهو زي ما احنا شايفين، والمفرش السوفت كمان، وبطاطي واسمه ايه، فوط التواليت وفوط المطبخ. ايوه، ودفايات وبطاطين اطفال وايه طبعا، وفي البرانس، في حاجات كلها. تمام ما شاء الله. الكبيره والاطفال كل حاجه. تمام. العرض كمان يعني شامل كل حاجه. الزبون ما يجي لنا مثلا، او اي حد مثلا يجي لنا، ما يربطوش مثلا العرض مثلا انت يعني. بالظبط. يعني لك المجال اللي انت ايه تختار، اشيل حاجه او احط حاجه يعني براحتك يعني. تمام. وحتى لو هي عايزه تعمل عرض بنفسها متاح، اعملي العرض اللي انت عايزاه بالمشاركه، يعني احنا هنساعدك فيه. لا عشان الناس تبقى عارفه، يعني مثلا لو جت ما لقيتش مثلا الموديل ده او الموديل مثلا، احنا حاطين بس زي عرض شكل. في حاجات طبعا زي ما حضرتك عارفه الاقسام بتاعت ما شاء الله. طبعا حاجات كبيره، فطبعا انا مش هقدر يعني احط الحاجات دي كلها في العرض، فانا بحطها بس سواء كان كبير او اطفال او الفوط، تحط اشكال، والاشكال طبعا كلها موجوده بس هتبقى تحت السعر بتاعنا. بالظبط. يعني بنحدد لها، نقول لها ده طبعا. تمام. ده اللي هو العرض حضرتك. ده اللي داخل معانا في العرض او ده لا. بالزبط. هي حبت اللي لا بقى تحط بقى من عندها. كل ده يعني. تمام. نسمي الله كده ونشوف اول حاجه عندنا. يلا بينا. بسم الله. معانا اول حاجه الفوط. ده مصنع ديوريل. دول اربع قوات مترازين حلوين جدا، كلها خامات وبراندات عاليه جدا. وعد ده معانا على طول. ست قوات مصنع وعد. بالظبط. دي مصنع كريستال. ومصنع كريستال. طب معلش بقى، يعني عايزين نفتح فوطه من الفوط. افتح لي اللي هناك الفراشه. بص ده برده كده اربعه، ما طالما هنفتح هفتح على مزاجي. براحتك. بصوا بقى مثلا هنا ده مصنع نيلي، اربع فوط، اربع فوط، واللي تحت اربع فوط. يعني بصراحه مختارين اعداد حلوه وخامات حلوه. بالظبط كده. ما هو ده اللي احنا بنميز بيه، يعني عشان خاطر احنا هنا في مول الشناوي كل حاجه طبعا خامات وقط. ده مصنع ايه اللي معانا؟ ده مصنع السروجي. عرفت هي عجبتني ليه؟ والله يعني مش ممكن. طبعا يعني شوفي عرض 19.650 بنفس العدد مثلا، او كمان الكميه بتاعته، عاملين فيه موديلات كتير منها السروجي. عندك مثلا نيلي، وعندك تين براندات. طب هات لي وعد دي على ما يفتح العلبه. ده هو شكل وعد. دي نص بشكير بقى. دي نص بشكير. تمام. السروجي اهي. يعني والله يا جماعه انا قلبي بيروح له، انتوا عارفين انتوا. ده 60 في 120. بص الفراشه عامله ازاي، 60 في 120. ده حاجه محترمه جدا. شرط المقاس او الخامه دي. في اشكال وموديلات ثانيه كتير. تمام. طبعا هنا العلبه اربعه. طيب ده كده الفوط الكبيره. ده كده كام علبه فوطه، وكم فوطه تقريبا معانا؟ ست علب فوط كبار. ست علب فوط كبار. تمام. واحد اثنين أربعة علب فوط أربعة. واحدة ستة، واحدة ثلاثة. يعني معانا كام فوطة؟ ستة وأربعة عشرة، أربعتاشر، تمنتاشر،
18 ايوه 21 و4 25 كده 25 25 فوطه ومن ضمنهم 3 نص بشكير بجد حلو قوي ما شاء الله. معانا ايوه اللي هي الفوطه الفرداني اللي هي بتاع غزل المحل. انت مركز يا بهاء انت مركز طبعا لازم عشان خاطر الناس تبقى هي عارفه كده 25 فوطه وثلاثه فرداني. بصوا ما شاء الله انا والله بحبها جدا انا عندي منها في البيت كتير طبعا يعني اعلى من السرور كمان واعلى انا بحبها انا عندي منها كتير والله لازم لا باجي اخد منها لان هي فعلا استعملها جامد. خلصنا عموما كده الفوط الكبيره صح بالظبط طيب. كده عندنا طبعا فوط التواليت ده برده طقم 6 مع بعض كده حلو قوي معانا بقى فوط طبعا الشكل بتاع الدرج الكبير دي بتاعت العرايس جميله التواليت دي ديوريل وعندنا دي تواليت ثانيه دي تواليت برده 6 مع بعض يعني احنا معانا 12 واحده للتواليت تمام لسه دي مطبخ ايوه وتقريبا في مطبخ هنا كمان ولا سفره لا لا دي سفره بقى لا لا دي مطبخ مطبخ دي مطبخ بتفاجئوني على فكره طبعا مصنع ديوريل ديوريل يعني احنا عندنا مطبخ دول كام خمسه عندنا ثلاث علب 11 ثلاث علب تواليت علبتين تواليت لا ثلاث علب تواليت دي الثلاثه ثلاث علب تواليت ودي مطبخ دي سفره لا دي مطبخ دي دي تواليت دي تواليت ثلاثه تواليت طيب تمام ثلاثة تواليت وكل مطبخ طيب يبقى دول كده معانا تواليت 12 وستة كمان او خمسة تقريبا طيب معانا كمان هنا فوط المطبخ بصوا بقى دي ما شاء الله حلوة قوي بسم الله ما شاء الله جميلة طيب تمام طب افتح لنا بقى حاجة من فوط احنا فتحنا دي حاجة من فوط المطبخ بصوا المقاس انا عن نفسي ما اعرفش احطها في المطبخ بصراحة انا اغطي فيها بيها فاكهة جنبي اغطي بيها خضار اغطي بيها عجينه مثلا عملتها عارفين اللي هو ايه بس طبعا تبقى عاملاها بالستريتش راب الاول يعني الفوطه بصراحه ما هينهاش واحطها في المطبخ حلوه قوي خامتها حلوه ومقاسها كمان محترم جدا ايه بقى ايه تاني معانا كده طيب فوط المطبخ وفوط التواليت والفوط الكبيره تمام فوط الاطفال فين هوري لك الفوط الاطفال فين دي نخلص بس البشكير ادي البشكير عند حضرتك اهو تمام ده كده معانا بشكير معانا بشكير اطفال تمام فوط الاطفال اهي عندنا هنا في العرض ده ان شاء الله يعني فوط واحده تمام معانا علبه فوط معاها الدبدوب الزينه بتاعنا عندك اشكال كتير جدا فيها تقدري تختاري منها حلو قوي طيب معانا كده فوط الاطفال خلصناها معانا كمان البشكير بشكيرين واحد ساده بيبقى واحد ساده شكل البيزك الساده العادي والواحد الثاني بيبقى ايه بتفرج مثلا طبعا اشكال كتير تمام رسومات كذا لون كذا موديل معاكي الالوان بتاعتك اختاري بالظبط اختاري منها زي ما انت عايزه القسم بتاع البشاكير معانا برنس كمان ورا حضرتك تمام معانا برنس مونة عيني مصنع مونة عيني محترم جدا عندك الوان كتير جدا كنت لسه واقفه جوه بتفرج على الوانه في بقى الوانه كلها جميله في البيتي وفي الجنزاري وفي الجري مع الكشمير وفي الكشمير مع الاوف وايت فعاملين كده ماتشنج الوان حلو قوي بسم الله ما شاء الله طب احنا كده خلصنا بند الفوط الفوط بالظبط وال ندخل على الملايات نخش على الملايات تمام نبدا بالملايات الاطفال ايوه تمام انا اوريك بقى ملايات الاطفال المطرز كم طقم مطرز؟ ثمان خمس طقم مطرزين وثلاثة 3 3D حلو قوي خمسه مطرز وثلاثة 3 3D يبقى الاول واحد اول واحد طبعا ميلانو عشان بس حضرتك تبقى حضرتك عارفه ان هي اشكال ورسومات كتير جدا احنا مش بنأيدك انت تعالي اختاري من الحاجات اللي عليها عروض اللي احنا بنقول لك عليها وكلها اقطان 100% بالظبط خامات عمريه والمقاس كمان بتاعها كنت لسه اهو بصوا 190 في 240 ما شاء الله حلو قوي ده حاجات تحفه طبعا عندنا برضه مصنع ديوريل مصنع ديوريل اطفال شبابي بقى بصوا موديل قمر قوي برضه ما بتحبش الاطفال ما بتقيدش مثلا بالرسومات بتاعت الاطفال فبنجيب لها طبعا الرسومات الشبابي حلوه جميله يعني احنا حاطين في العرض بتاعنا رسومات اطفال ورسومات شباب وبراحتك عايزه تزودي رسومات الشباب براحتك تزودي رسومات الاطفال براحتك بالظبط بس الموديل ده كمان طبعا طقم الاطفال بيبقوا ست قطع يعني خمس اطقم من دول يعملوا لك 10 ملايات في قلب الرف يعني انت رفه يبقى مستريح معاكي تمام الله ده دي تتفرش في العيد دي بقى خروف العيد كده. بصوا بقى حلوه قوي جميله دي تمام دي معاها شهاده ضمان مصنع ريش نعيم بقى بصوا بقى جميل بصوا جميل قمر تحفه ومترين واربعين في متر وثمانين بجد جميله 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 حلوه جدا بسم الله ما شاء الله ده كده خمس خامه ولون ما شاء الله وتشكيل محترم جدا من عند سامح بصوا دي السري دي بقى كوتون بوكس حلو انا بحب المصنع ده قوي طبعا ما شاء الله وده بلندا برضو ده اشكاله تحفه انا كنت لسه بتفرج على اشكاله عظمه بالظبط جميله المقاس تبعه كمان بتاعهم كويس جدا ده كله في الاطفال كل الاطفال بسم الله ما شاء الله معايا ده انتوا مدلعين قوي ست قطع استك صدقوا العرض حلو يعني بصوا يا جماعه ما شاء الله بصوا ده كده كام قلنا
حاسه اكتر. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بس ما شاء الله، ده انا حاساهم اكتر. 18 يعني 6 8 يعني 16 16 ملايه عندك على في قلب الرف، ومعاكي طبعا اثنين محطوطين على السرير، يعني 16 ملايه على الرف. ده انت كده السرير دي بتبقى عظمه يعني، هي الاستهلاك الاكتر الاكتر بالظبط. وفي الاول كمان بالظبط كده، هي بتبقى عمليه شويه. ايوه وريني بقى الملايات الكبيره. الملايات الكبيره بقى تحطي لي فيها منت كده، عارف لو لقيت فيها جري حضرتك اللي بقى اللي عندنا بقى طبعا مصنع الصياد توبتكس. بصوا توبتكس يا جماعه، الرسمه بتاعت اللي فيها الورد وفيها مترين واربعين في مترين وكام؟ شوفي المقاس، 240 في 266. المقاسات كلها كبيره ان شاء الله. خمس قطع للطقم الكبير يا جماعه. مصنع راحه برده مقاسه بيبقى الله، مقاسه بيبقى حلو قوي. بصوا الملايه عامله ازاي، على الطبيعه احلى بكتير. طبعا فكر الناس ان مش الالوان دي او الرسومات دي بس هي اللي في العرض، في حاجات ثانيه واشكال ثانيه كبيره جدا هي اللي بتختلف. احنا حاطين ده بالعرض دي كنار بس هو اللي منقوش، هم حاطين لك الكنار في الوش. شغل الجبلان، شغل الجبلان الجديد اللي نازل جديد ده، مصنع برده توبتكس. عندنا طبعا مصانع اوداي. الله ايه الجمال ده، اللون المنت جرين. جميل. شغل الجبير الهادي جميل جدا. بصوا الملايه عامله ازاي، شايفين يا جماعه حلو قوي. جريو حلو جدا. ايوه بس جه بعد شويه ما جاليش على طول. ما شاء الله حلو قوي. كل دي يا جماعه الوان ليها، بس برده مش دي الالوان بس اللي موجوده، الموديل تقريبا 15 لون. مصنع ماسه كمان، بصوا اوف وايت بقى والحركات والدلع بتاعتنا. اي طقم من دول عندك منه الوان كتير جدا، وتقدري في نفس المصنع تقريبا، يعني تقريبا في نفس المصنع اختار موديلات عادي. هي امبريلا بتبقى كتير حضرتك ليكي، بس بالظبط 13 طقم، 13 طقم سليم. انا قصدي يعني مصنع ماسه مثلا، انا عجبني الموديل ده، في ماسه موديل تاني ممكن اختار من نفس المصنع، هي بتزيد او تقل حاجات جداً. بسيطه. هي كده متحدد لها موديلات وانواع معينه وحتى العدد بتاعها فيه. تمام ما شاء الله. التكس ده 2 ملايه، 2 ملايه، 2 ملايه. ملايه ساده وملايه مطرزه، ولا الاثنين مترازين؟ لا لا الاثنين مترازين، الاثنين مترازين والله. طب حلو قوي، جميله دي، جديده ما شاء الله. طبعا كلها جديده، انا ده مصنع طبعا توبتكس. تمام ما شاء الله، عشان برضو الناس تبقى عارفه ان المصانع دي يا جماعه حاجه محترمه جدا. المصانع دي كلها قطن، يعني ده 6 قطع مش 5 قطع بالظبط. وكمان دي حلوه ما شاء الله، دي 260 في 240 المقاس، والملايه قمر حلو قوي. في موديلات كده، في موديلات كده تقدري تجيبيها وتحطيها في مناسبه عندك بدل ما تطلعي المفرش بتاعك. الجمال ده بصوا عامله ازاي، حاجه دلع ما شاء الله، جميله جميله جميله. الوانك براحتك، مكتوب عليها خامات العمريه، اصلا كل الخامات عند سامح قطان وعن تجربه. اي ملايه باخدها ماركه مش ماركه، قطن يا جماعه، وما بتكشش وما بتوبرش، بجد حاجه محترمه. تيجي تاكل عيش مثلا، سواء كانوا تجار او ناس بتفتح محلات او الكلام ده، طبعا الحاجات دي طبعا بتفرق معاهم كتير في الاول. تمام، فاحنا بنعمل الحوار ده ان هو بيبقى ايه اهم حاجه لينا يعني كاسم. لا انا لسه بقول سامح بيحب، مش انا لسه قاعده بقول سامح بيحب شغله طبعاً. بجد فهو بيهتم قوي بالقطع اللي بيجيبها في المكان، ما شاء الله بيفهم فيها كويس يعني. ايوه ولا مش عندنا اللوتون بقى السي دي، عندنا 10 فتقم مترازين اللي عامله زي المتاهه دي. بصوا حلو قوي، عامله زي المتاهه كلها موجود. وفي برده الجوتشي دي، اشكال كتير بقى يعني، احنا مش انت مش مقيده بالشكل ده بس بالظبط. ايوه دي عجباني، مع واحده استك بقى ممكن نفرد واحده من دول ولا مش مسموح؟ لا لا طبعا، ازاي؟ تمام، ده استك، ده ايه الدلع ده؟ دي من الاستك، الملايه الاستك دي حطيها على السرير وانسي ان انت بقى غير لما تيجي تشيليها بقى ان شاء الله تعرفي تشيليها. بصوا شوف الخامه كمان، بصوا ما شاء الله، انا عايزه بس اوسع الكادر شويه اهي. الله على الخامه، ايه ده؟ كل ده قطن. خامتها تحفه، بصوا يا جماعه بجد عظمه، جميله جميله. لا حلوه ورايقه قوي. طبعا ما تجوش على الموديل اللي احنا فردناه، بس في موديلات كتير جدا وحلوه، بس انا عشان بحب اللون المنت فردت، لكن جوه بره هتلاقي فيه كل الالوان اللي تعجبك، وهم هيصوروا لك كل حاجه ويبعتوا لك ما شاء الله. وبتعرفي الطقم معاكي من مقاس الخداديه، بصوا الخداديه عامله ازاي، بصوا المقاس بتاعها ما شاء الله، مقاسها حلو محترم، جميله جدا، بسم الله ما شاء الله. الطقم ده خارج العرض بيتباع بكام؟ الطقم ده خارج العرض ده احنا عندنا عامل 320، بس النهارده احنا عشان احنا عندنا في العرض عامل 290. ده في قلب العرض، لكن ما يخرجش بسعر ده بره العرض، لكن هو 320 لو عايز تشتريه لوحده. عايز اقول لكم حلو قوي، جميل جدا، العيد جاي الحقيقه هسلك منه كام طقم. معانا ايه كمان؟ معانا بقى المفارش الصغيره، يعني احنا كده قفلنا باب الملايات الكبيره والملايات الصغيره والفوط. بالظبط كده، حلو قوي. والفوط والكوبري ست علب فوط،
تمام. وثمان علب، ثمان اطقم اطفال. ايوه. خمسه اطقم طرازين. اه. وثلاثه 3 دي منهم واحد استك. حلو قوي ما شاء الله. وبالنسبه للكبير عندنا 10 اطقم منهم وثلاثه مترازين. وثلاثه بالظبط منقوش. تمام. ده المفرش. في بقى طبعا بقى في المفارش السوفت طبعا بيبقى منها اللون السكري والبادي روز والكافيه. والكافيه وثلاث الوان. اللون السكري هو اللي بيبقى يعني هو المميز فيهم اكتر شويه. ده الاطفال. تمام هكذا كل الالوان موجوده. طبعا انت بتجيبي اللي يناسبك، عايزه توحدي الالوان براحتك، عايزه تجيبي الوان ثانيه. احنا معانا اوف وايت، موجود كمان الكافيه وموجود الكشمير. اللي يريحك يعني ما شاء الله كله موجود وبراحتك. اشكال كتير كمان مش الشكل اللي احنا بنصوره بس، فهتيجي بسم الله ما شاء الله. المفارش السوفت يعني موجوده باشكال كتير جدا هناك وهنا، يعني المكان الله اكبر يعني ما شاء الله تشكيله رائع بجد. معانا ايه تاني؟ كوفرتات. اللحاف الكبير. طيب كوفرتات. عندنا اللحاف الكوفرتا الكبير دي فايبر، كوفرتا فايبر ايطاليانو. ايطاليانو. ستة قطع. تمام. وشين معاه ملايه نفس الرسمه اللي على البوستر بالظبط، يعني دي ده وش وده وش تاني. نفتح ده معاه ملايه اهي، دي الملايه بتاعتها. ده معاه ملايه. الله. انا مش واخده بالي. حلو قوي. بصوا عايزين نبص على مقاس الملايه اللي نازله مع الكوفرتا، انتوا متخيلين؟ وليها كنار كمان. بصوا ده حلو قوي. لا 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 ده انا عيد بيها دي، عارفين انتوا اللي هو تجيبيها للعيد تحفه، دي حلوه قوي حلوه. لا انتوا روشتوني النهارده والله بجد. وش يعني وش طبعا يمشي مع الملايه. ايوه نفس الشكل بالظبط كده. ووش الثاني بقى الالوان القمر الحلوه دي، بصوا جميله طبعا اشكال ورسومات منها كتير. جميله يعني جميله. الرسمه دي او حاجه معينه. ايوه خامتها قطن وحلوه قوي. جميله. مش حرر او حاجه. كمان دي في التكييف على فكره حلوه قوي ما شاء الله ما شاء الله. معانا الخدازيات. المخده الطويله بتاعتها اهي. تمام. وش ساده والوش اللي هو المشجر زي الملايه ما شاء الله. دي الخداديه مخده برضه. مخده برضه واثنين خداديه. تمام. اثنين مخده واثنين خداديه والكوفرتا والملايه بالظبط كده، بيبقى ست قطع. ست قطع ما شاء الله جميله ومقاسها حلو برضه. حلوه ما شاء الله. ده كده بالنسبه للكوفرتا الكبيره على فكره حلوه قوي وعجبتني. وعندنا بقى الكوفرتا الاطفال دبل فيس ولا وش ساده وش منقوش؟ ده وش بس. ابراهيم السيد. وش ساده ووش منقوش هو اللي هيفتح لوحده، انا ما قلتش. طبعا يا جماعه الاشكال كتير، احنا بنختار شكل بنفتحه معاكي في قلب الفيديو، وانت لما بتيجي بصي يعني ما شاء الله حدث بلا حرج، الاشكال كتير جدا جدا. تختار وشين شفتوا عاملين لنا مفاجاه. الله جميله ما شاء الله. بس الناس تبقى هي عايزه اجيبها لكم. بصوا يا جماعه ما شاء الله حلوه قوي كبيره. والوش الثاني اهو. يا جميل وقمر دي حلوه. ما عجبهاش الوش ده، الوش الثاني بس خلاص. زعلنا من يعني البيبي نام زعلان يومها، ندي له الوش الثاني على طول. وبرده هتلاقي موديلات ثانيه الالوان مختلفه الوش ده عن الوش ده. حسب الرسمه اللي هي عاوزاها الحاجه، بس هي احنا بنعرفها عدد القطع او الاشكال بتاعتها. تمام. ان هي لما تيجي تبقى هي عارفه الحاجه كلها نفسها تبقى ايه. يبقى احنا كده معانا الكوفرتا الكبيره والكوفرتا الصغيره جبناها. معانا كمان ايه بقى؟ معانا الدفايات اهي. الدفايات. حاضر. الدفايات طبعا اللي هي البلابل. تمام ماشي. والدفايه الكبيره. دفايتين بلابل ودفايه. الدفايه دي خامة اسباني. تمام. انا عارفاها يا جماعه. وبتدفي ومقاسها كمان كبير اكبر حاجه. تحفه. وعندنا دفايه كمان فرداني برضو، الدفايه الكريستال دي طبعا مقاسها كبير، مصنع العجمي. تمام ما شاء الله. الدفايات دي يا جماعه بجد ما حدش بيحطها في عروض، والله بجد ما حدش يحط الدفايات دي في عروض. سامح حاططها لنا معلي من قيمه العرض وحاططها لنا باسعار كويسه جدا. دي البطانيه دي شكلها جميل. ايه ده؟ 7 كيلو. دي ايه؟ انا سكرت 5 كيلو. دي بطانيه 5 كيلو اسمها تبع رومانس. تمام تبع رومانس. حلو قوي. ده وش جميله. هي دبل فيس يا جماعه طبقتين. حلو قوي ما شاء الله. طبعا الالوان منها كتير، في الجراي وفي اللبني. على نفس الرسمه ولا الوان ورسومات؟ رسومات واشكال. تمام ما شاء الله. طيب دي بالنسبه للاوضه الكبيره ومعانا بتاعه الاطفال كمان. طيب انا عايز اكد على حاجه، احنا معانا البطانيه بتاعه الاطفال مرسومه صح؟ في البطاطين الثانيه الساده المدرجه موجوده عندنا برده عشان لو حد حب
تمام. كل حاجه موجوده يعني، هو احنا بنوري للناس بس العدد بتاعتها والاشكال، وهي بتختار بقى يعني، تختار اللي هي عايزاه، ده او ده تمام. تختار تمام، ده معاكي الساده تمام. لا عايزين نقول ان السنتر فيه كل حاجه، لو دي ما عجبتكيش لا احنا عندنا اشكال تانية هتعجبك. طبعا الشنطه بتنزل بطانيتين يعني، ما تجبركيش كمان اقول لك خد دي هتلاقي معاك برد، لا سيب لك ايه المجال مفتوح معاك. بالظبط تمام. معانا ايه كمان بقى؟ معانا بقى طبعا اللحاف الكبير، معنا ما خدش المطبخ الاول اهوت، عشان احنا عرضنا الصوف اللحاف مش ملوش نصيب يتعرض لغايه دلوقتي تقريبا. بصوا لافندر، بصوا ما شاء الله حلو قوي الجبيرة. ده الشغل اللي هو الجبير الهادي ده تمام ما شاء الله. برضو ده عندنا منه الوان، بس الوان اكتر بقى، مش زي الصوف بالظبط كده. في الجنزاري وفي الكافيه وفي النبيتي وفي العنابي، في اشكال طبعا كتير ما شاء الله. تمام حلو قوي. ده بالنسبه للاوضه الكبيره. معانا ايه تاني؟ اللحاف الكبير خلاص بقى، هنجيله بقى. انا خايفه اجيله يرجع في كلامه. خلاص كده تقريبا ما عادش في الحاجه. ده مايتكس يا جماعه، علشان انا بحب اقول اسماء المصانع عشان تبقى عارفه انت بتاخذي ايه. طبعا مايتكس ما شاء الله يعني مصنع يحترم. اللحاف ده كام قطعه؟ اللحاف كبير ده بيبقى 3 قطع، اللحاف عامه بيبقى 3 قطع ما شاء الله، ومقاسه حلو جدا 240 في 260 وعلى الوشين، وعلى الوشين مش واحد والله. والله تمام ما شاء الله. وناخد هديه طيب، مش هشقيك بقى في ده، بس هاخد هديه نفهم بيها الوش التاني ايه. هو وش عامل زي الايه التابلو كده بالظبط كده، هو الوشين نفس الشكل. طب حلو قوي. فهمت. طب كنت اقول لي بدل ما خليكم تفتحوا. لا 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 عادي، بصوا حلو قوي ما شاء الله. طيب احنا عندنا منه الوان ثانيه على فكره، عندنا خدوديه سوسته حلو قوي. تمام تمام. الخدوديه مش هتهرب، هتدخليها مش هتشوفيها ثاني بره. حلو قوي. طيب طبعا عندنا اشكال منه طبعا والوان كتير منه، عندنا في وعندنا رصاصي في اللون الفوشيا. تمام. افتح لنا بقى لحاف الاطفال، عندنا مايا تكس يا جماعه، دبل فيس 6 قطع ما شاء الله، وعلى الوشين وعلى الوشين. طبعا الشكل ده، وهنشوف الشكل الثاني تقريبا رسمات صغيره، شكل بيزك كده ساده. لايق معايا دي ساده اهوت، الله ساده خالص. ساده تحسوه فرو كمان. بصوا كل ده لطيفه، بصوا عامل ازاي لطيفه كمان محمد، حلو قوي ما شاء الله. تفتحوش بقى؟ لا ما تفتحوش. طالما وش واحد، احنا شفنا الوش بتاعه بره. جميل يا جماعه، وده لبني، عندك الوان كتير واشكال كتير موجوده بره، انا كنت مصوراها على فكره وانا داخله، وهاخد لكم لقطه برده في بقيه الاقسام. العرض بتاعنا خلص كده. كده انا تعبت بصراحه ما شاء الله، يعني عرض محترم. طبعا لازم قلنا العرض ده كام قطعه؟ العرض ده 50 قطعه. 50 قطعه بكام؟ عامل 19650. 19650، يعني عرض زي ده، بص احنا بهدلنا الدنيا ازاي؟ يعني عرض زي ده بجد عرض جبار يا جماعه، عرض حلو قوي قوي، بسم الله ما شاء الله، بجد ما يتفوتش. لو عجبك اشحنيه على طول، شحنه مجاني، وسايبه لكم ارقام على الشاشه للتواصل مع مول الشناوي. الهديه طبعا بتاعت ام العروسه، ام العروسه اي حاجه بسيطه كده بنبقى حافظه معاها هديه. تمام انا هاجي لكم كده. تمام. طبعا اي اشكال كتير من الحفظات احنا حاطينها بس يعني بيد مؤقتا. الله بصوا يا جماعه حلوه. دي كام في كام؟ دي 1.5 في 2.5. 1.5 في 2.5 تمام ما شاء الله. مثلا 2 في 3 ماشي، حابه تاخد المتر في 3 بتاعتها مفيش مشكله. تمام يعني احنا حاطينها في ايه كهديه للعروسه، ايه هديه لمامه العروسه يعني. تمام. وليها شراشيب وكل حاجه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الحاجات دي حلوه قوي في الصيف كده. باينه ما شاء الله. احنا عاملينها عشان خاطر الصيف وكده، وده موسم الحفظات وكده، فبيبقى الفار. تمام ما شاء الله. طبعا العرض يا جماعه تقدري تشحنيه زي ما قلت لك، ما شاء الله يعني العرض حلو قوي، وانا حاسه انه عاجبكم جدا. معانا كمان هنا المفارش السوفت بقى، يعني ده مثلا اهو الكشمير، عندنا كمان هتلاقي الكافيه والاوف وايت، دي كده اشكال. ايه الجمال ده؟ معانا سفرته بقى كده، ده مصنع ايه؟ بافل بس ده حلو قوي. دي كوفرتا حاجه جميله جدا، بسم الله ما شاء الله، دي خطيره يا جماعه. عند سامح بتلاقي شغل كده مستخبي مش موجود عند حد، دي انا ما شفتهاش عند حد. بصي الرصه بتاعتها، تجار الجمله، عايز تميز نفسك تعالى هات شغلك من عند سامح، لانه بجد شغله حلو قوي. بصي كمان هنا الكوفيرتا الجوبلان دي عالميه عالميه عالميه، سامح مره كان حاطها لنا في عرض العروسه ما شاء الله، يعني اتخطفت في عرض العروسه، وبقينا مش قادره اقول لكم عليها ضرب نار، جميله جدا كوفيرتا جباره. هنا برده كوفيرتات اطفال حلوه جدا بسم الله ما شاء الله، حاجه كده رايقه قوي. وكل جلوريا واللويندي موجود معانا المصنع بكل تشكيله ما شاء الله، ومصنع ايطاليانو برده الكوفيرتات الكبيره والعالميه موجود معانا للاطفال وللكبير، كل التشكيل بتاعنا في الكوفيرتات موجود معانا. دي كوفيرتا بيكا، كوفيرتا بيكا 3 قطع. تمام الوانها واشكال، بصوا الاشكال انا بحب الشكل ده قوي، بصوا جميله كلها طبعا الحاجات دي، وده جميل ما شاء الله حلو قوي، ودي جميله برده. حلوه دي انا عجبني، انا بحب دي قوي. ودي كمان ما شاء الله، دي معاها خدديات، دي معاها خدديات وكيس مخدة. طب في منها للاطفال؟
الاطفال لا مفيش الاطفال لا جاي ان شاء الله بس يعني. هو او انا كنت شايفاها قبل كده يعني هي خلصانه وهتيجي لو حبيتي تطلبي هتلاقي بالظبط ان شاء الله تمام الشغل بتاع غزل المحله كله الوانها كلها عايزه اقول لكم في ناس بتبيعه على بتبيع يعني حاجه تانية على انها غزل محله بس دي غزل المحله الاصلي بتبان من ملمسها على فكره والتيكت بتاعها بيبقى مكتوب غزل المحله بيبقى مكتوب هنا اهو غزل المحله مكتوبه تمام قطن صافي 100% ثلاث مقاسات بصوا بقى على الالوان يعني اللون العنابي ده ما بتلاقيهوش كتير والفوشيا واللبني والنبيتي والموف والكحلي والزيتي الدرجه دي طبعا الفواتح كلها موجوده ما شاء الله ده ايه بشكير نص بشكير ما شاء الله الوانه كلها البشكير فين موجود. الكامل الكبير موجود ده البشكير واو ما شاء الله كبير جدا حلو قوي ايوه انت هتقولي انا واخده بقول لك انا كل الشغل ده عندي الحاجات المطبخ دي جميله برضو عندي على فكره حلوه جدا تمام غزل المحله برضو بصوا الالوان يعني والله الوان رايقه يا جماعه الخامه محترمه جدا ما شاء الله التكيت بتاع غزل المحله اهم حاجه استنى يا احمد بصوا غزل المحله اهو تمام بصوا كمان دي ما شاء الله مقاسه محترم يا جماعه احنا هنا كده القسم ده بتاع ما شاء الله بتاع الفوط غزل المحله والدفايات دي برانس فرداني اللي انت بتجيبها وريني الوان منها بقى كتير بس بشكل برنس فرداني تمام بصوا بيلبس لحد السايز حجم كبير ما شاء الله طبعا الالوان بتاعته هنا ايه تمام هو قطيفه ولا قطن لا قطيفه البرنس الفرداني اهو هو ده اللي هو في كيسه انت فتحته لنا طب استنى بقى استنى فتحته لما تشوف المقاس لا ده قطن بس واخد مدي شكل القطن تحسه بيلمع كده حلو قوي طبعا التقليد ده لما ما شاء الله يلبس حلو يعني هو السايز ده ممكن مثلا حد ما شاء الله قطن حلو قوي يا جماعه ما شاء الله تمام عايزين نقول بقى كل دي كده الالوان بتاعته الوان كتير جدا معانا الاوف وايت والسيمو والكحلي والبترولي والبينك والكشمير والنبيتي والجراي والاوف وايت يعني كل الالوان موجوده تشكيله البرانس بقى اللي موجوده معانا في عرض العروسه عندك اهي تشكيله ما شاء الله تقدري تختاري منها يعني ده حلو قوي ده معانا في العرض ومعانا ده كمان بصوا كل دي يا جماعه الوان موجوده وموديلات من الشغل بتاع البشكير تمام اهو هنا برضو عشان مش عايزه اوريكم البرانس الاول بصوا ده فيه جوبير مش دانتيل جوبير وبصوا هنا مصنع نيلي وفي هنا اللي عليه زي الايتامين وفي ده اللي عليه زي هاند ميد تشكيله البرانس بقى بصوا ما شاء الله دي الاطقم اللي هي موجوده معانا في عرض العروسه منى عيني اهو في حاجات زي كده مطرز زي كده ما شاء الله اشكال كتير وفي زي كده بشكير لوحده فرداني مع طبعا فوطه عشان يبقى طقم لوحده كده لو حبيتي حتى تجيبي هديه او انتي فوط الاطفال برضو تشكيلتها ما شاء الله كبيره هنا موجوده وفوط المطبخ والتواليت التشكيله بجد حلو قوي بصوا اهو ده كمان السروجي ده قمر قوي ما شاء الله كل دي اشكال موجوده في البرانس والبشاكير هنا بقى عايزه اقول لكم يعني هنا كده في البطاطين التركي ما شاء الله جميله قوي دي مضغوطه البيبي بصوا حلو قوي بتبقى مقاسها جامد جدا بصوا دي برضو دي زيها ها دي كده يا جماعه الاشكال بتاعتها حلو قوي البطانيه المضغوطه البيبي تمام ونانا سكرت بكل التشكيل بتاعها برضو اهي موجوده ودي اللي كانت معانا في العرض تمام دي بطانيه التركي اللي هي ال 4 كيلو واصلان موجوده برضو دي بطانيه ايفلين تركي 4 كيلو ايفلين ايفلين تركي تمام طبعه واحده وموجود منها برضو ال 7 كيلو بتاعتها تمام ما شاء الله صغير من البطاطين التشكيل بقى بتاعنا طبعا موجود في المعرض بتاعنا بكل الحفه والبطاطين كلها كمان انتوا هنا حاطين جزء بس كده لكن احنا رايحين القسم الثاني دلوقتي المورانو الطبقه الواحده برضو موجوده هناك اهي معانا والمورانو كلاود على فكره موجوده معانا هنا برضو موجود معانا اطقم دفايات دفايه 6 قطع يعني معاها مليات ولا معاها ايه لا معاها الخداديات والكاس المخده بتاعتها تمام تمام دفايه طابلو والدفايات طابلو اهي باخدها ديتها وبرده في هنا تشكيله للملايات عندنا الملايات اللي هي المطبوعه اللي هي بتبقى 3 قطع او 5 قطع بالظبط في قطعتين بصوا طبعا اشكال دي السراير الكبيره ها وفي كده وفي اللي هي بكرانيش من الاطفال برده ده الكرانيش اهي حلو طبعا اشكال هات احنا كذا الشكل تمام حاجات طبعا حلوه زي الالوان بتاعتها كويسه حلوه تمام الالوان بقى طبعا كتيره والاشكال بتاعتها بص كده برده دي حلوه ما شاء الله لا في اشكال حلوه فيها بس ما شاء الله كل دي كده يا جماعه اشكال كل دي اشكال والوان وكل دي بطاطين برده موجوده والله يا جماعه ده جزء من الشغل اللي موجود والمفارش الشتوي اهي برده موجوده معانا سواء كان كبير او صغير ده جميل جدا الجولد ده حلو قوي جمزه ما شاء الله بصوا كمان ده
جميلة دي برضو. الله. البطانية. البطانية اللي هي كانت ما بتتفردش دي ها؟ لا تفرد الطبقة. نفرد خدادية كفاية. أيوة هسامح ينفخنا. بص دي جميلة جدا. حلوة قوي. الألوان كلها موجودة. منها بطانية ومنها مفرش في نفس الوقت. جميلة جميلة. في منها أطفال صح؟ موجودة أطفال. أنا شفتها عند سامح. سامح مخبي شغل كده. هنشوفه دلوقتي. روح بقى على المعرض التاني نشوف بقية التشكيل بتاعنا. الملايات هنا. معايا أول 2 قطعة. الملاية والمخدة. واللي عندي 5 قطع. لغاية الخمس قطع. كله للسرير الكبير صح؟ تمام. هنا بقى عند شغل الانتر مارك يا جماعه والحريه. عايز اقول لكم بجد الملايه فيهم جباره. فين المقاس؟ هو بيبقى قلنا بسم الله ما شاء الله 3 متر. ما شاء الله خطيره خطيره خطيره. شايفين يا جماعه بصوا الملايه عامله ازاي. حاجه محترمه جدا. المستخدم اهو معانا. التشمير بتاعه الله جميله ماشي. وده الاخضر بتاعه بصوا ما شاء الله. كل دي رصه بكل الالوان يا جماعه. بصوا الاصفر تمام ما شاء الله حلو قوي. كمان هنا برضو انتر مارك. كل دي الوان بالموديل نفسه هنا. يعني في موديلات كتير وفي الوان مكتوب بالظبط كده. السماوي والابيض والسكري الموديل اهو يا جماعه تمام ما شاء الله. بصوا برضو كده كل ده انتر مارك صح؟ انتر مارك كله تمام. بصوا الملايه 280 في 260. وهنا ده جميله جدا دي ما شاء الله. بصوا حلوه جدا دي بسم الله ما شاء الله حلوه. بصوا كمان دي كل الشغل ده كده يا جماعه دلوقتي انتر مارك ما شاء الله. حاجه محترمه جدا. والحريه جميله دي سامبل قوي. بصوا تمام. الحريه 3 متر دي معروفه ما فيهاش كلام. وانتر مارك برده ما شاء الله 3 متر مقاس وخامه. الشغل هنا يا جماعه شغل عالي شويه وحلو قوي ما شاء الله تمام. الحريه برده ستايل ثاني. بصي بصي الملايه دي حلوه قوي. وفي الفرش قمر ما شاء الله ما شاء الله تمام. وريني دي الثالث اهو منها كده رايقه يا جمال. وجميله جميله 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 حلوه قوي بس ما شاء الله. هنا كمان في تشكيله فوط موجوده ما شاء الله ما شاء الله. يعني من كتر الشغل سامح حاطط لنا فوط في كل حته وملايات تاني في كل حته. حلوه قوي دي. هو وريها لنا هناك لون مختلف جميله جدا ما شاء الله تمام. بصوا برده دي انا بحب قوي الموديل ده ما شاء الله. وليها كرنشين كده وجوبير وتطريز. حاجه محترمه. بصوا دي يا جمال. بصوا التطريز جاي ازاي على المخده بالورب كده. والمخده نفسها ليها كنار جوبير. بصوا بصوا عامله ازاي حلو قوي. ده لون تاني من اللي احنا شفناها. تمام. طب نكتفي بكده وتعالوا نشوف بقيه الشغل بتاعنا. طبعا شغل السروج يا جماعه وانتي موجوده في المكان ما شاء الله سامح حاطه قدامنا عشان يزغلل عينينا. شايفين كل ده كده راسه السروجي. والسروجي كانت موجوده هناك. الفوطه دي حلوه قوي ما شاء الله. الاندر مارك برده هنا. بصي كل ده وادي الله على الجمال. لا مصنع انتر مارك بصراحة مصنع محترم جدا. هنا بقى الاشكال اللي نزلنا في العروض برضو دي اشكال ليها. كل دي اشكال ليها. ودي حلوة قوي على فكرة. كل حتة مختلفة عن التانية. جميلة دي. كل حتة في التانية مختلفة عن التانية. الله دي حلوة. انا كنت كل علبة من ديت مختلفة رسمتها مختلفة عن التانية. تحسها شتوي كده عارفين تحسها مهير. والله. حاجة جميلة جدا جدا وخامة يعني. جميلة ورسوماتها مش تقليدية خالص. دي حاجات من اللي نازلة جديدة بسم الله ما شاء الله. بجد حلو قوي. برضو هنا في الاستك العادية بكرانيش للسرير الكبير ولا الصغير؟ لا موجود فيه السرير الكبير وموجود الاطفال. تمام احنا شفنا الاطفال جوه بالظبط. دي بقى للسرير الكبير. كورنيش وفي منه غير كورنيش. تمام استك بكورنيش واستك من غير. يلا نروح نشوف القسم بتاعنا. يلا بينا. احنا جينا هنا بقى في القسم اللي هو فيه كل اللحفة و والبطاطين. برضو انا شايفه فيه هنا جزء بطاطين كمان بس اللحفه مسيطره اكتر. انا اصلا بحب اللحفه يا جماعه ما شاء الله. ده اسمه ايه؟ مصنع تاج معانا. مصنع ليفيتكس تبع دايموند. ليفيتكس؟ ليفيتكس تبع دايموند. اتاري بصراحه راقي برضو كده. في رسمه منه الساده. بص ده وفي رسمه منها اللي هي بتبقى دي اللي شفنا منها الملايه المشجره هناك. بالظبط كده نفس الشكل تقريبا. البيزك الحاجات حلو قوي. ده برضو حلو قوي. ده جميل ما شاء الله. لسه التعود يا جماعه. انا بحب اللحفه. انا يعني عندي لحفه كتير. انا بحب اللحفه. انا بحب اللحفه الفايبر جدا. طبعا بقى عندنا اللحف ده برضو قمر قوي. ده تاج او موديل التاج. بصوا معانا منه كشمير. ده كتيره جدا. ينفع نفرد واحد تاج في جوه تشكيله نبقى نبص فيها. وفي الكوريه ده بقى الكوريه ده اطفال وفي كبير. ده الاطفال صح؟ طب ممكن نفرد واحد اطفال؟ تمام.
عايزه اقول لكم شكله حلو قوي عجبني على ما هم يفتحوه. معانا برده هنا في اللون المنت ده دبل فيس يا جماعه، وفي اللون البيج في الكشمير، البيج في الكشمير ده شياكه قوي قوي قوي، وفي هنا الكشمير في البينك والاوف وايت. الله، ده طبعا الكوريه معروفه، ده الكوريه الاطفال، جميل الكوريه حلو قوي. مش ادي وش، بصوا ده وش يا جماعه الاطفال، يعني ده جميل قوي، مقاسه حلو. ايوه وادي الوش الثاني اهوت، انا فرده عشان الوش ده. الرسمه دي ترندي قوي يا جماعه، بصوا بص الرسمه عامله ازاي، حلو قوي ما شاء الله، ضد البكتيريا منه معطر ومنه ضد البكتيريا، جميل حلو قوي. لحافين ومخدتين وقدديتين ما شاء الله. طب احنا اسعارنا هنا ايه؟ اسعار الحفه هنا احنا ممكن مثلا نقول من اول 850 لحد تاج، طبعا بقى معدلين ال 2000 ل 2000 تمام ما شاء الله. احنا بنتكلم هنا يا جماعه في براندات من اول 850 لحد تاج يوصل ل 2000 2000 ونص، يعني حاجات طبعا اشكال كثيره طبعا سواء براندات كتير. معانا كمان هنا مايا تكس ده الاطفال، والعالميه اطفال، ده قطن ولا قطيفه؟ لا قطيفه قطيفه، ما شاء الله. طيب بصوا يا جماعه اشكال بقى شبابي، اشكال بنات، اشكال اطفال، هتلاقي اشكال كتير جدا. الكوريه بيميزه ان هو شبابي، ده ميزه فيه عاليه جدا، واحنا بندور على حاجات زي كده اصلا. الكوريه الكبير اهو نفس الاشكال، واشكال احلى كمان، عندنا اشكال حلوه قوي، في جراي في جراي، وفي جراي في سيمو هادي كده مع اوف وايت، وفي هنا جراي مع الكشمير، وفي بصوا اللي ورا والمنت، وفي تقدري صحيح في رسمه هنا في منها للسرير اهو اللي هي دي، في منها هنا برضو، يعني تقدري تعملي القطين بنفس الاشكال، ده حلو قوي. معانا بقى كمان تاج هنا، انا ممكن اختار من هنا نفتح واحد. طيب تمام نفتح، خلينا نفتح ده قريب وحلو تمام. وفرو، هو فرو، كل ده فرو، بصوا ده اللي عجبني هناك تمام. انا بفتح يا جماعه عشان انا اتفرج زيكم، وعشان العروسه اللي قاعده دلوقتي وفي عرايس هتتجوز على العيد وبعد العيد، الحقي الله على الجمال، الله على المقاس كمان. بصوا لا انا عايزه، ايوه انا جايه عشان امسكه، حلو قوي حلو قوي. بصوا الظهر قطيفه، التدريجه اللي فيه اللحاف جامد جدا ما شاء الله. الوش اهو مضلع، الوش مضلع، الوش الثاني بقى طبعا تاج رول واحد من غير ما نعيد ولا نزيد فيه كتير، يعني ما شاء الله باين عليه. اللحاف وخدديتين، ومعاه كمان مخده كده محشيه فايبر، حاجه اسمها تكايه كده، تكايه ده نازل الوان، انا شايفه فين بيتي هناك اهو، وفي كافي وفي الجراي وفي الكشمير، في رسومات تانية كمان، رسومات منه كتير. بصوا اهي يا جماعه ده تاج ما شاء الله مسيطر. بصوا بصراحه انا عندي في البيت تاج محترم، يعني ودي رسمه ودي رسمه ودي رسمه ودي رسمه برده، دي حلوه قوي ما شاء الله، ودي برده شكل تاني منه، وده كمان وده تاج برده، ده جميل قوي ما شاء الله. لسه دي برده من نويت بالوانه كلها، برضو ده دي رسمه جديده لسه نازله، دي كده بكل الوانها، الوانها كلها ما شاء الله حلو قوي. طيب بصوا كمان هنا الاشكال، بصوا كمان الاشكال دي اللي عندنا منه الكشمير كمان ما شاء الله، بصوا ده حلو قوي ما شاء الله. ومعانا كمان في كافي وفي نبيتي وفي اشكال كتير تقدري تختاري ما بينها، بسم الله ما شاء الله، ده في اللون ده حلو قوي، بصوا اللون ده لو سمحت. بس كده فصل لك الخدديات عن اللحاف نفسه، واخد الاوف وايت مع درجات الكشمير او السيمول هاديه قوي، ده لحاف يعني فظيع، لحاف رايق. بصوا يعني نصين كده مقسوم نصين، انا عايزه ايوه ما بعرفش انا اشوف لحاف واسيبه كده، بصوا حلو قوي. بصوا يا جماعه بصوا كمان اللي بقول كده يا احمد، بصوا قطيفه من الوشين وفرو كمان داخل فيه نص وتقريبا فرو، لا حاجه محترمه جدا ومقاسه عظمه. احنا بنتكلم في تاج، احنا بنتكلم في تاج، من ناحيه المقاس ما تخافيش والخامه ما تخافيش، وبرده رول واحد ما شاء الله، والتدفئه بتاعته عاليه جدا، انا عندي منه جامد جدا ما شاء الله. طبعا كل حاجه بينزل معاه خدديتين، ده برده معاه تكايه، مع اختلاف الالوان بقى يا جماعه في كتير جدا، وحتى تاج نزل لنا منه اللي هو اسمه ايه، البوستر ولا اسمه ايه؟ انهي واحده؟ اللي هو ده الجوبلين، حاجات الجوبلين ناسيه اسمه، الجوبلين حاجات، بصوا معاه التكايه الفرو دي حلوه قوي شكلها، جميله بصوا، وفرو طبعا كلها فلافي كده، بصوا فلافي حلو قوي، بشكل الدخان، انا قلت خدها دي صغرت ليه مطبقه لي ليه؟ حلو قوي، وسوسته طبعا، مش هتهرب منك الخدديه، تدخل جوه مش هتشوفيها تاني، انت بتلعب
صح. ماشي. وكل الحاف مع الخدديتين ومع تكايه كمان. وزي ما شفنا كده يا جماعه اشكال اللحاف ما شاء الله. ومعانا كمان بطاطين اصلان والرومانس ونانا سكرت بالظبط كده. وكل الاوزان موجوده بكل الاشكال والساده والمنقوش كمان. معانا هنا البطانيه الجوفيا. بقى الشغل الجديد بتاع الجوفيا اللي نازل جديد. بصوا طبعا في هنا شكل, في الشكل بتاع الفصام, في الشكل المورانو كلاود كمان موجوده معانا. بصوا باشكالها والوانها ما شاء الله. موجوده عندنا رصه ثانيه منها ورا هنا. تمام. الدايموند اللي احنا شفناه هناك هنا بقى الالوان بتاعته كامله. الالوان كلها كامله. اه عند الكبير وعند الاطفال بتاعه هنا موجود. تمام. الاطفال هنا. تمام. اه بصوا هنا برضو زيه. انا عايزه اوريهم ده. بصوا ده جميل, ده تحفه. انا عندي منه بتاع السرير الكبير. مش بقول لكم اكتر حاجه عندي اللحفه, ده السرير الصغير بتاعه ما شاء الله. هنا بقى ده الاطفال اهوت. الله ايه الجمال ده. والله يا احمد يعني مش عارفه اقول لك ايه. انت مش مديني فرصه اقول لك افرد. بسم الله ما شاء الله بجد حلو قوي. بصوا بقى اللحاف. انا عايزه واحد من ده. بصوا ليا انا مش لاوضه البنات, ده ليا انا, ده يفرش سريري والله يفرشه. ده انا بقعد اقول سريري كبير يا جماعه بجد, ده يفرش سريري حلو قوي. ايوه انا مش عارفه والله اعمل ايه من كتر ما يا جماعه. لا انا همشي النهارده واخده حاجات كتير قوي. بص ظهره حلو قوي. وهات لي بقى الخدادية. الخدادية بتاعته بص شكلها عامل ازاي. بص ما شاء الله. وفرو الخدادية بتاعته فرو. نامي وتدفي, خدي الدش وحطي دي كده وشك عليها خلاص انت اتدفيتي. يعني احساس بجد بالدفى كده رهيب. ايوه باينه ما شاء الله. وعليها الدبدوب بارز كده حلو قوي ما شاء الله بجد تحفه. انا شغل سامح بحبه ومجربه منه كتير جدا, واختي بتجهز من عنده انتوا عارفين. فبصراحه يعني انا شهادتي في سامح مجروحه لان انا بحب شغله وعارفه ان سعره حلو قوي ما شاء الله. ف يعني هو مميز بتشكيله وبسعره. باقي تشكيله اللحاف موجوده كبيره جدا, وتشكيله الاطفال برده المايا تكس موجوده تشكيله كبيره جدا, وتشكيله اللحاف الدايموند موجود بكل الوانه ما شاء الله. تجار الجمله قلنا احنا واقفين في ظهركم بكل التشكيل وبكل الاسعار اللي انتوا تحبوها. معانا تشكيل كبير جدا ما شاء الله, يفرش لكم سنتر كامل مش محل واحد. تسلم يا بهاء, تسلم يا احمد, تعبتكم معايا. وما ننساش ان احنا عندنا شحن مجاني لعرض العروسه. وما ننساش ان احنا عندنا قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيس, هسيب لكم اللينكات كلها في اول تعليق. واللي متابعيني لغايه دلوقتي في الفيديو ما قفلش, ما ينساش يشترك في القناه ويحط لي لايك حلو زيه كده ويعمل لي كومنت جميل. بجد الفيديو كان مميز واتبسطت جدا اني كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. مجلس المدينه اهو في وشنا, قبله على طول هنا في محطه القطر وكشري السندباد على ناحيه اليمين. تمام. احنا في وشنا مجلس المدينه, في وش الناحيه الثانيه على طول شركه الامل. انا عايز اقول لكم هنا بقى مول الشناوي في ظهرها على طول. احنا هندخل من جنب شركه الامل, الشارع اللي لازق فيها ده على طول. في وشنا صيدليه علي. بصوا مول الشناوي جنبه على طول. عايز اقول لكم الوصفه سهله جدا, احنا في شارع البحر يا بنات علشان ما ننساش. المكان سهل جدا, وانا هسيب لكم اللوكيشن في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت.